صباح الخير يا أحبة، أهلا وسهلا فيكم في هاليوم هيدا. بعدنا يعني مثل ما عم يعاني العالم اليوم من جائحة الكورونا، ومثل ما بنعرف إنه الأمور عم تزداد أكثر وأكثر، خاصة في بلادنا هون في أمريكا وفي بعض البلدان الثانية مثل أوروبا، من فرنسا لبريطانيا وبلدان أخرى. خلونا نصلي لحتى الرب فعلا يرفع هالجائحة هاي، لأنه وحده هو القادر إنه يرسل هذا الوباء بعيد عنا. الرب يحميكم جميعا، ونشكر الرب من أجل وجودكم معنا في الصباح هيدا. بس بحب أن أقول إذا كنت عم تتفرج على الفيسبوك أو على اليوتيوب فأنت أوكي. الأشخاص اللي مش عم بيقدروا يفوتوا على الويب سايت، أو الأشخاص اللي عارفين من الفيسبوك واليوتيوب، ياريت تتصلوا بالأشخاص الآخرين وتقولوا لهم الويب سايت مش شغال اليوم، يعني في بعض التغييرات اللي احنا ما قدرنا نعملها قبل ما نبتدي الاجتماع. مشان هيك يعني نحن اليوم على اللايف ستريم على الاثنين بس، فيسبوك ويوتيوب، مش على الويب سايت. طيب نشكر الرب من اجل حفظه لكل واحد منكم، ونشكر الرب من اجل وجودكم معنا في الصباح. يا ريت في الصباح هيدا يعني نرفع قلوبنا قدام الرب بالتسبيح والترنيم للرب. الهنا اله امانه، اله نعمه، اله رحمه، واله محبه. فليت الرب يعطينا نعمة فعلا في الصباح هيدا، أنه نشكره على كل هالأمور هاي ونعبده، لأنه بيستحق كل العبادة منا. خليني أقول بالأول في مزمور 34 الكتاب المقدس يقول: أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. يعني مثل ما بنعرف من خلفية المزمور هيدا، بأنه داود لما هرب من أورشليم وبعدين التجأ إلى ملك الفلسطينيين، هناك تظاهر بالجنون، ويعني نجحت حيلة داود لحتى الملك يقول أنا ما بدي مجانين يرسلوا إلى بعيد، وبعدين راح وسكن أو قعد في مغارة اسمها مغارة عدلام. وهناك الرب يعني عمل بعض الأشياء في حياة داود، يعني ما كانت فيها كتير انتصارات في حياة داود في هذه الفترة، لكن هالمزمور هذا يعلمنا بأن الرب يخلص في كل ظروف الحياة، مش على أساس نحن عملنا، لكن على أساس نعمته الغنية. مشان هيك داود بقول: أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. وبعدين بقول: بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. خليني أقول لأحبائي، نحن لا نفتخر بأنفسنا، لأننا لسنا بأنفسنا أي شيء صالح، لكن عندما نترنم دعونا نترنم للرب، ودعونا نفتخر بالرب، وخلونا نتذكر دائما بأنه طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. يسمع الودعاء فيفرحون. رنم مع بعضنا البعض في الصباح هيدا الترنيم الأولى، ترنيم 314: هل لي يسوع من مثيل؟ لا ليس مثله. هل يسوع من مثيل في الطهر والجمال، في شخصه الفذ الفريد تجسم الكمال؟ لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. هل لي يسوع من مثيل؟ من ضحى بالمجد، مع أنه الرب القدير قد عاش كالعبد. لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. هل لي يسوع من مثيل؟ من يعتق الأثيم، يعطيه قلب
قلبا طاهرا وعنده يقيم. لا ليس مثله قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. لا ليس مثله قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. هل لي يسوع مثيل؟ لا لست أعلم. كل حياتي وقواي له أقدم. لا ليس مثله قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. لا ليس مثله قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. يا ريت في الوقت هيدا نحن نقوسنا ونطلب بركة الرب على اجتماعنا. نطلب من الأخفادي شديد، إذا بتعمل معروف أخفادي، تتقدمنا بكلمة شكر للرب على كل الأمور. نسأل تعزي من أجل أشخاص الحزانة، ونشكر الرب من أجل شفاء المرضى ونجاح عملية أخونا منذر، وبنفس الوقت كمان نصلي من أجل الأشخاص المرضى. رب يباركك وعطينا بركة، نصلي على بركة على هالاجتماع هيدا. أبانا السماوي، إلهنا الحي، نشكرك يا رب على اليوم الجديد، على القدرة والصحة إنه نأتي يا رب نجتمع بالروح يا رب، ونعبد بالروح، ونتعلم من كلمتك يا رب. تقربنا منك يا رب، ونكتشف عجائب لتفرحنا يا رب، وتعطينا تعزية وتعطينا أمل يا رب. يا رب نصلي، نطلب بركاتك على اجتماعنا يا رب، على كل شخص مشاركنا في العبادة والصلاة في هذا الصباح يا رب. نطلب، نصلي يا رب، ونطلب بركة وتعزية خاصة يا رب على الحزانة بيننا يا رب، على المرضى بيننا. ساعدنا يا رب، زيدنا إيمان أنه أنت مصدر التعزية ومصدر الراحة ومصدر السعادة في هالحياة يا رب. ساعدنا يا رب دائما ننظر إليك بكل فرح وبكل حزن. ساعدنا يا رب دائما نتشوق لكلمتك يا رب، ونتشوق للشركة مع المؤمنين يا رب. بارك اجتماعنا مرة ثانية وترنيمنا يا رب، وبارك المتكلم، واعطينا يا رب تعزية، وبارك الكلمة لقلوبنا لتكون حقا يا رب مثمرة بحياتنا، لنعيش يا رب بكل تعزية وأمل يا رب أنه أنت بتحبنا وأنت قريب منا يا رب. يا رب نصلي هالأشياء هاي باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. 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 شكرا أخ فادي، رب يباركك. وخليني بس أقول المزمور 34 بتابع وبيقول: عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. خليني أقول، داود لما عظم الرب أو سبح الرب ما أراد أن يسبح لوحده، لكن دعا الأخوة كلهم حتى يسبحوا ويعظموا الرب معا. يقول: عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. ليه؟ قال: لأني طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. خلينا نقول أحبائي أن الله فعلا ينقذنا. نشكر الرب من أجل حمايته، نشكر الرب من أجل حفظه لألنا، لكن أهم من كل هالأمور هاي بأن الرب يحفظنا أبديا، أي لا يستطيع أحد أن يخطفنا من يده، لأنه هو معطي الخلاص وهو القادر أن يحفظنا إلى التمام. دعونا نتابع بالترنيم في الوقت هيدا. الترنيمة الثانية، ترنيمة بتقول: شكرا لك على الحرية، شكرا لك يا إلهي البار. شكرا لك على الحرية، شكرا لك يا إلهي البار. شكرا لك على البنوية بعد ما كنت عايش في مرار. شكرا شكرا ليسوع
حمدا حمدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع. حمدا حمدا ليسوع. مجدا مجدا لله رب المجد وليس سواه. شكرا لك دم الغالي اللي فداني على صليب، طهر قلبي وغير حالي. شكرا لك يا يسوع يا حبيب. شكرا شكرا ليسوع. حمدا حمدا ليسوع. شكرا حمدا حمدا ليسوع. مجدا مجدا لله رب المجد وليس سواه. شكرا لك على كل حوالي الحلوة والمرة كمان، لأهتم وأشغل بالي والرب في إيده السلطان. شكرا شكرا ليسوع. حمدا حمدا ليسوع. شكرا حمدا حمدا ليسوع. مجدا مجدا لله رب المجد وليس سواه. شكرا. نشكر الرب فعلا انه دايما الهنا يعطينا اكثر جدا مما نطلب او نفتكر او نستحق، كما يقول كاتب الرسول كاتب الرسالة الى فيليبي عفوا الى افسس الرسول بولس. في هذا المكان ايضا داود يستمر في هذا المزمور 34 ويقول: نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وهو ينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. المكان نلاحظ بأنه المكان يعني داود يشارك الآخرين ويقول بأن في النظر إلى يسوع استنارة، في النظر إلى الله هناك يعني خلاص، لأن الرب يخلص من كل خطية. يقول استناروا ووجوههم لم تخجل. لماذا؟ لأن هذا المسكين صرخ والرب استمعه. خليني أقول أحبائي، نحن في حاجة في الأيام هذه فعلا أن نصرخ إلى الرب إلهنا، لأن الرب ميزنا لأنه يستمع لنا. أرجوكم في الأيام هذه أنه نرفع قلوبنا بالصلاة وصراخ للرب من أجل يعني أمور كثيرة، خلاص نفوس، نهضة في حياتنا كمؤمنين، يعني بلادنا، سواء كان بلادنا اللي نحن عايشين هون فيها بأمريكا أم بلادنا في الشرق الأوسط. يعني كل بلدان العالم اليوم بحاجة لصلاة. اللي بيسمع الأخبار بيشوف بأنه فعلا ما في مكان مرتاح بالعالم. يعني الأمم المتحدة بتوعدنا أنه رح يكون في سلام بالأرض، لكن ليس سلام قال إلهي للأشرار إلى أن يأتي رئيس السلام الرب يسوع المسيح. لذلك يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. يعني اللي بيتكل على الرب لا يخزى. ليه؟ لأنه يقول ملاك الرب حال حول خفي. من هو ملاك الرب؟ هو شخص الرب يسوع المسيح بنفسه وهو ينجينا. أمين. طيب خلونا نتابع بالترنيم هالوقت هيدا، بالترنيمة اللي بتقول أنا لست أشبع من حبيبي، أنا لست أشبع من جذاه. هللويا ما أحلى حبيبي، هللويا ما أحلى يسوع. أنا لست أشبع من حبيبي، أنا لست أشبع من شذا. هللويا ما أحلى حبيبي، هللويا ما
أحلى يسوع. هاليلويا ما أحلى يسوع. هاليلويا ما أحلى يسوع. أنا لست أشبع من شذاه. هاليلويا ما أحلى يسوع. نفسي استراحت بلقاه. قلبي امتلى من حبه. سلامه يحفظ فكري. هاليلويا ما أحلى يسوع. هاليلويا ما أحلى يسوع. هاليلويا ما أحلى يسوع. أنا لست أشبع من شذاه. هاليلويا ما أحلى يسوع. جماله قد ساب قلبي. وعطفه والحياة. وبحبي أسار نفسي. هاليلويا ما أحلى يسوع. هاليلويا ما أحلى يسوع. هاليلويا ما أحلى يسوع. أنا لست أشبع من شذاه. هاليلويا ما أحلى يسوع. تشتاق نفسي أن تراه. وتمكث في حضراته. وبذوب قلبي في دفئه. هاليلويا ما أحلى يسوع. هاليلويا ما أحلى يسوع. هاليلويا ما أحلى يسوع. أنا لست أشبع من حبيبي. هاليلويا ما أحلى يسوع. طيب بقية المزمور هيدا بتقول: اتقوا الرب يا قديسيه لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالكذب. حد عن الشر واصنع الخير. اطلب السلامة واسعى وراءها. ليه؟ لأن يقول: عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. أما وجه الرب فضد فاعلي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير ومبغضو الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. ما أجمل هذه الكلمات، ذكرنا بكلمات بطرس الرسول بالأول لما اقتبس منها المزمور في رسالته، وبيقول فيها أن عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. وبعدين بيقول وجه الرب ضد عاملي الشر. بوقف هناك. ليه؟ لأن ليقطع من الأرض ذكرهم هي
لوقت الدينونة أو في وقت الحساب الأخير أو في مجيء الرب يسوع المسيح الثاني. أما اليوم الرب يسمع لصديقيه وأذناه إلى صراخهم، وبعدين بيقول الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. وكأن بولس الرسول يقول لنا إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. من هو الذي يدين؟ المسيح. أحبائي الرب يقول لنا بأن الرب يسوع المسيح هو الذي يبرر وهو الذي يدين، ولذلك ينبغي أن نتذكر أن لا يمكن أن تفصلنا عن محبة المسيح، عن محبة الله في المسيح يسوع، أي من أمور هذه الدنيا جميعها. لذلك يجب أن نسبح الرب ونرنم دائما وأبدا. طيب رح نرنم ترنيمة الأخيرة في الصباح هيدا، والترنيمة بتقول بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي. بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية، ملوك الأرض يسجدون له بخضوع يخشعون، من غيره غلب المانون، يسوع فادي البشرية. بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني وهبني سعادة أبدية، له ذراع القدرات، له يمين العزات، اسمه رب النعمات، من قد أعطاني الحرية. بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية، من في السماء يعادله، من على الأرض يشابهه، مهابته تكلله، ابن الأحضان الأبوية. بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية، ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك، أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان، نأتي لك يا ربنا نهدي لك
كرامنا ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء. ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. نعظمك نعظمك نباركك نباركك. أنت القدير رب مشير، أنت العلي لا سواك. ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. آمين. فعلا ما أجمل شخص الرب يسوع المسيح وما أقدس هذا الاسم المبارك. شكرا كثير أختي نين نجد المسيح اللي أنا أعطيها. الرب يباركك وما تأخذوني اليوم يعني شوي مثل كأنه صوتي تعبان، بس ما بعرف دائما يعني بس شم شوية غبرة دائما بصير معي هالأمور هاي، لكن معلش إذا تحملوني شوي والرب يبارككم. لكن في هالوقت هيدا نحن نرفع قلوبنا قدام الرب لحتى يكلم قلوبنا، لأنه نحن جينا لحتى مش بس نعبد الرب ونسبحه، لكن كمان جينا نسمع منه. وفي هالأيام اللي عم بيزيد فيها التشويش واللي عم بيزيد فيها مثل ما بيقولوا الضياع والأمور اللي هي يعني فلسفات عالمية غير حقيقية، نحن بحاجة إنه نرجع للكتاب المقدس نسمع صوت الرب لحياتنا وخلينا نعرف الأمور على حقيقتها. فياريت نرفع قلوبنا أمام الرب بالصلاة في الوقت هيدا قبل ما نقرأ المقطع من الكتاب المقدس ونبتدي برسالتنا لهاليوم هيدا. صلي. أبانا السماوي نشكرك من أجل هذا النهار المبارك. نعم يا رب هذا هو اليوم الذي أنت صنعته، نحن نفرح ونبتهج به. نتذكر يا رب في هذا اليوم فدائك العظيم الذي أحببتنا فيه. مكتوب يا رب أنك أحببت العالم أجمع حتى بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لذلك يا سيد الرب نعبدك في هذا الصباح، نسبح اسمك المقدس ونقول لك يا سيد الرب نريد أن نتعلم منك. أرجوك يا رب أنك أنت تطرد كل تشويش من هذا العالم بعيدا عنا. نعم يا رب حتى اليوم كنائس كثيرة يعني تريد أن تغير شخصية الرب يسوع المسيح ومن هو، لكن ساعدني يا رب دائما أن نرجع إلى رسالة محبتك الكتاب المقدس لنفهم كل الأمور التي تريد أن تفهمنا إياها. ساعدني يا رب في هذا الصباح أن نرى حقا يعني من هو يسوع والأشياء التي عملها يسوع من أجلنا. نشكرك من أجل يا رب هذه المحبة وهذه النعمة التي أنعمت بها علينا في الشخص المحبوب، إذ هو مكتوب يا رب من ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. لذلك سيد الرب أسألك نعمة في هذا الصباح على عبدك من تستخدمه في الكلمة، أخفيه وراء صليبك، على إخوتي يا رب من يسمعه، ساعدنا أن نحبك أكثر وأكثر ونعرفك أكثر وأكثر. ولكل إنسان ما زال لم يتعرف على شخص المسيح، أرجوك يا رب في هذا الصباح أن تعرفه شخصية يسوع المسيح الحقيقية لكي يثق به، لأن من يثق ويؤمن به لا يخزى بل يخلص، كما أنت قلت كل من يدعو باسم الرب يخلص. نباركك يا سيد الرب ونطلب هذه الأمور كلها باسم فادينا يسوع ومع الروح القدس أيها الآب، نهديك الشكر والسجود والإكرام إلى أبد الدهور. آمين. يا ريت نأخذ كتبنا المقدسة في الصباح ونفتح مع بعضنا البعض إلى إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا الأصحاح الأول. إنجيل يوحنا الأصحاح الأول كلمات معروفة عند أشخاص كثيرين، ورح أقرأ مجرد أربع أعداد بالبداية وبعدين رح أقرأ عدد 14، يعني أعداد 1-4 وبعدين عدد 14. إنجيل يوحنا الأصحاح الأول العدد الأول يقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء من مكان.
فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. عدد 14. والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. في خدمته وخلال تجواله الكثير أخذ الرب يسوع المسيح تلاميذه وصعد إلى مكان اسمه قيصرية فليبوس. إن كنت تذهب إلى ذلك المكان اليوم فهو في شمال فلسطين أو في جنوب سوريا، ويعني هي الهضبة التي يقال عنها هضبة الجولان. وهناك في مكان جميل جدا فيه نهر جاري ومياه حلوة وأشجار كثيرة، لكن في وسط هذا المكان في عندما تتقدم في هذا الوادي ترى هناك مكان كأنه معبد طبيعي، يعني في حيط كبير بالجبل كأنه حيط مستقيم، وهناك نقشت على الحائط بعض الرفوف. كان الرومان واليونان قد وضعوا في تلك الرفوف يعني منحوتات لآلهتهم الكثيرة. فمثلا كان هناك يعني منحوتات لإله عشتاروث وآلهة أدونيس التي كانت معروفة عند الفينيقيين. كان هناك مثلا تمثال لآلهة زوفس أو كما يسمى في كثير من الأحيان، آلهة كثيرة يعني سواء كانت يونانية أم رومانية أم فينيقية. وكان ذلك المكان في أن أقول عنه مكان بما فيه المعنى مكان الوثنية أو تعدد الآلهة. وهناك في متى صح 16 وعدد 13 يسأل الرب يسوع المسيح أمام ذلك المنظر، يسأل الرب يسوع المسيح تلاميذه ويقول لهم: من يقول الناس إني أنا؟ طبعا بعض الأشخاص ابتدأوا يجاوبوا بأجوبة، بعض الأشخاص صار يقولوا أنك أنت النبي، أنت إيليا، أنت يوحنا المعمدان قام من الأموات وإلى آخره. ولكن بطرس اللي كان دايما مثل ما بقولوا سريع بالكلام وأوقات كتير مش كانت تزبط معه كتير، لكن هالمرة مثل ما بقولوا ناقشت مزبوط، طلع بالرب يسوع المسيح وقال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت هو المسيح ابن الله الحي. وأجابه الرب يسوع المسيح: إن لحما ودما لم يعلنا لك هذا يا بطرس، لكن أبي الذي في السماوات هو الذي أعلن لك. إذن شهادة الله الآب عن شخص المسيح أو عن شخص يسوع بأنه هو المسيح ابن الله الحي، أنت هو المسيح ابن الله الحي. أحبائي خليني أقول في الصباح بأنه من المهم جدا في أيامنا اللي نحن منعيش فيها أنه نعرف الصورة الحقيقية لشخص الرب يسوع المسيح. اليوم بكل أسف بقول بأنه الناس بيتكلموا عن شخص الرب يسوع المسيح في أمور كثيرة، مثل ما كانوا في ذاك الوقت يتكلموا عن آلهة متعددة، يحسب يسوع ما بين الآلهة اليوم. فبعض الأشخاص يقولوا بأنه أحد الأنبياء، أنه ليس هو أكثر من مجرد معلم صالح جاء لكي يعلمنا كيف نحيا الحياة الأدبية والأخلاقية. بعض الأشخاص يقولوا بأنه كان إنسانا صالحا جاء ليشفي المتسلط عليهم إبليس لأنه كان يصنع الخير دائما وأبدا، وإلى ما آخره من هناك من أوصاف كثير ممكن أن يوصف فيها شخص الرب يسوع المسيح، لكن تقصر عن أن تقول فعلا من هو. أما في اعتراف بطرس الرسول في هذا المكان فهو الذي قال له: أنت هو المسيح. ما معنى المسيح؟ أي أنت هو الشخص الممسوح، أنت هو الشخص المصطفى أو المختار أو المعين من الله لكي تكون مخلص البشرية، فأنت من ننتظر كالمسيا، أنت من جاء لكي يخلصنا، أنت هو الممسوح من الله. وليس ذلك فقط، لكنك أنت أيضا ابن الله القدوس، ابن الله الحي. هل من ممكن أن الإنسان يؤمن بيسوع المسيح اليوم؟ في كثير أشخاص بيقولوا أنه بيؤمنوا بالمسيح، في بعض الأشخاص من أديان مختلفة بيقولوا أنه نحن من آمن بالمسيح.
هناك شعبة أو ديانة اليوم في العالم تدعى بالبهائية. البهائية بتقول أنه نحن من آمن بأله كثيرين، فيعني إذا كان بودا إله والأنبياء آلهة والمسيح إله آخر، فمنجمعهم كلهم مع بعضنا من بعض ومنحطهم مع بعض لحتى ما حدا منهم يزعل، فنحن بدنا نرضي الكل. في بعض الأشخاص بيقولوا بأنه نحن نؤمن بالمسيح حتى اليوم كأشخاص مسلمين، يقول القرآن لهم بأنهم ينبغي أن يؤمنوا بالمسيح، لكن المسيح الذي يؤمن به بحسب القرآن هو ليس مسيح الكتاب المقدس، إذ يقول بأنه هو ليس ابن الله، لأن الله ليس له ولد وليس له كفوا أحد ولم يلد ولم يولد. وهذا صحيح ونحن لا ننكر ذلك أبدا، لأن بنوية المسيح، بنوية المسيح من الله، هي ليست بنوية تناسلية، هي ليست بنوية جسدية، لكنها بنوية روحية، بنوية معنوية، بنوية أزلية، كما يقول لنا يوحنا في هذا المكان: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. خلينا نقول في البداية يا حبائي بأن الكلمة ممكن أن تكون فكرة في فكر شخص ما، فالكلمة كانت فكرة في فكر الله، لكن الكلمة ممكن أن تكون أيضا منطوقة، أي تكلم بها. يقول الكتاب: وقال الله، فهذه كلمة من كلمات الله إذ نطق بها، قال الله ليكن نور فكان نور. وهكذا نرى بأن الكلمة ممكن أن تكون منطوقة، الكلمة ممكن أن تكون أيضا رسالة تسلم من شخص إلى شخص لكي يسلمها. وهكذا يقول الكتاب المقدس: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، أي أنه أعطاهم رسائل، أعطاهم نبوات، وهذه النبوات كانت كلمة من الله أو رسالة من الله إلى الشعب. لكن أحبائي يقول الكتاب المقدس بأن الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، في ابنه. وهنا نرى بأن الكلمة هي ليست مجرد كلمة منطوقة، ولا هي مجرد كلمة رسالة، لكنها مجسدة تجسيدا حقيقيا، إنه تجسد الكلمة. ولذلك يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. نعم أحبائي، حتى القرآن يشهد بأن المسيح هو كلمة الله. وما هو المسيح ابن مريم إلا كلمة، كلمة الله وروح منه. إذن أحبائي دعوني أقول في هذا الصباح بأن هذه الكلمة التي يتكلم عنها يوحنا في هذا المكان، هذا الكلمة تجسد، صار جسدا، حل بيننا، أي أنه هذا الإله الأزلي الذي كان قبل البدء، لأنه يقول في البدء كان الكلمة، أي أنه كان قبل البدء، لأنه يقول أيضا كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان، أي أنه هو الخالق. بتقول كيف يمكن أن يكون يعني الله شخصين يعني متميزين عن بعضهم البعض؟ نعم أحبائي، الكتاب المقدس يقول كان عند الله وكان الكلمة الله، أي أن الرب يسوع المسيح الابن الأزلي لله الآب كان وجها لوجه مع الله الآب، وهؤلاء وهذين الاثنين مع روح الله القدوس هما جوهر واحد. لذلك يقول: الذي وهو رسم جوهر، بهاء جوهره ورسم شخصه. الله في شخص الرب يسوع المسيح اكتملت صفاته كلها، يعني كما يقول بولس الرسول: فيه، أي في المسيح يسوع، يحل كل ملء اللاهوت جسديا. لذلك أحبائي دعني أقول في هذا الصباح بأن الله لم يشهد مرة، لكنه شهد مرارا عن أن يسوع المسيح هو ابنه القدوس. ففي كلام بطرس يقول: أنت هو المسيح ابن الله الحي، ورب
ثبت هذه الكلمات أن لحما ودما لم يعلنا لك لكن أبي الذي في السماوات هو الذي أعلن. وأيضا عند معمودية الرب يسوع المسيح في نهر الأردن من يوحنا المعمدان، سمع الجميع صوتا من السماء، وكان ذلك صوت الآب يشهد بشهادة أزلي وأبدي ويقول هذا هو ابن الحبيب الذي أنا به سررت. هذا هو ابن الحبيب الذي أنا به سررت. أحبائي دعوني أقول في هذا الصباح بأن الذي كتب في الكتاب المقدس كتب من أجل أن نخلص بالإيمان بالمسيح يسوع. عندما يكتب يوحنا في نهاية سفره في إنجيل يوحنا أصحاح 20 وعدد 31 بيقول وآيات أخر عملها كثيرة عملها يسوع أمام تلاميذه لم تكتب في هذه الكتاب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح وابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. إذن ما هو شرط أن يكون لنا حياة؟ لأنه كما يقول في إنجيل يوحنا أيضا من القراءة التي قرأناها فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. كيف نحصل على الحياة؟ عندما نؤمن بأن المسيح هو الممسوح من الله المختار المصطفى لكي يكون ابن الله الأزلي، ابن الله الأزلي الأبدي، ولكي كل من يؤمن به تكون له حياة باسمه. إذن أحبائي نريد أن نرى ثلاث وجهات من هذا النص عن من هو شخص الرب يسوع المسيح. المسيح أولا في إعلانه الظاهر والأكيد، المسيح في إعلانه الظاهر والأكيد في هذا المكان كما قلت بأن الله يرينا بأن الكلمة هو أزلي وأبدي، فهو لا بداء له ولا نهاية. الكتاب المقدس واضح وصريح بأن في البدء كان الكلمة، أي أنه كان قبل بدء الزمن. أي البدء؟ يقول الكتاب المقدس في تكوين صح واحد وعدد واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض، يعني التوقيت أو الزمان الذي نعرفه في حياتنا اليوم لم يبدأ إلا عندما أبدأ الله الخليقة. لاحظ الكلمات، في البدء خلق الله السماوات والأرض، في البداية الله أعطى الزمن، وشو كمان؟ وخلق السماوات أي خلق الفضاء، وخلق الأرض خلق الكتلة أو يعني المادة. فالمادة لا يمكن أن تحدث هيك فجأة، لا يمكن أن تأتي من لا شيء، إلا الله القادر أن يخلق الأشياء ويدعوها مع أنها هي غير موجودة كأنها موجودة. فعندما يقول في البدء خلق، أي أن الله عمل من لا شيء السماوات والأرض. ومتى كان ذلك؟ عند بداية الزمن. أما عن شخص الرب يسوع المسيح فيقول كان قبل البدء، من البدء كان. وهكذا نرى أحبائي بأنه هو الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت، أي كل صفات الله تحل في شخص الرب يسوع المسيح. فهو العليم أي العالم بكل الأشياء، وهو القدير أي القادر على كل شيء. لاحظ الكلمات، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من ما كان. عندما يتكلم في رسالة كولوسي يقول عن أنه هو الذي خلق كل الأشياء، ويقول في رسالة كولوسي الأصحاح الأول هذه الكلمات المباركة عن شخص الرب يسوع المسيح عندما يقول هذه الأشياء، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة أي الحاكم على كل الأشياء، فأنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. لاحظ الكلمات الآن، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. إذن هو الأزلي الأبدي الكامل القدير العليم، والذي هو وحده لا يتغير. نعم أحبائي، عندما تكلم الرب يسوع المسيح مع الكتبة والفريسيين والصدقيين قال لهم قبل أن يكون إبراهيم
أنا كائن، أنا كائن. هذه الكلمات إن كنا ممكن أن نترجمها، ممكن أن نترجمها للغة العبرية، وكأن الرب يقول لموسى: أهيا الذي أهيا، أنا هو الذي أنا هو، أنا كائن. والرب يسوع المسيح يقول: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. إشعياء 700 سنة قبل شخص الرب يسوع المسيح أن يولد في هذا العالم، أن يأتي كطفل في مذود، قال هذه الكلمات في إشعياء صح 43:13: أنتم شهودي يقول الرب، وعبدي الذي اخترته، لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. إذن أحبائي، نرى من هذا المكان أن يسوع المسيح لم يوجد عندما ولد من مريم العذراء، لكنه كان موجود منذ الأزل. نعم، أنه يقول: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، أي أنت ابني منذ الأزل، لكن أنا اليوم ولدتك في التجسد، عندما صار الكلمة جسدا وحل بيننا. إذن نرى في المكان الأول بأنه هو الكلي الألوهية، ابن الله القدوس، ولكن نرى ثانيا بأنه أيضا بشرا مثلنا، بشرا مثلنا، الله الظاهر في الجسد، كما يقول الكتاب المقدس في كلمات بولس الرسول إلى تيموثاوس في رسالة تيموثاوس الأولى صح 3 وعدد 16، يقول: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد والكلمة صار جسدا. أحبائي، في هذا المكان نرى بأن الذي كان في صورة الله والذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن أحبائي، الرب يسوع المسيح ليس فقط معلن عنه في هذا المكان في التجسد، لكن أعلن عنه أيضا نبويا، أعلن عنه قبل ولادته. فإشعياء 700 سنة قبل أن يأتي الرب يسوع المسيح إلى هذا العالم قال هذه الكلمات في إشعياء صح 7 وعدد 14: ويعطيكم السيد الرب نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. إذن أحبائي، 700 سنة قبل ولادة الرب يسوع المسيح من العذراء مريم قال إشعياء بأنه سيولد من عذراء، والكتاب المقدس واضح وصريح عندما تقرأ في العهد الجديد، وخاصة في إنجيل يوحنا وفي الأناجيل الأخرى من متى ومرقس ولوقا، ترى بأن ولادة الرب يسوع المسيح كانت ولادة معجزية، لم يدخل أي إنسان إلى هذا العالم بطريقة مثله. لماذا؟ لأن الله اختاره، لأن الله مسحه لكي يكون مخلص البشرية. نعم، إنه المخلص الوحيد، فهو الذي قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أنا بعرف أحبائي بأن الكلمات هذه اليوم غير محببة في عالمنا الذي نعيش فيه، والذي يدعو لأن يكون هناك يعني تعددية في الطوائف، تعددية في الأديان، تعددية في الجناس، تعددية في الأمور كلها، وأنا لا أرى غلط أبدا في التعددية، لكن عندما نأتي أحبائي إلى الله ينبغي أن نؤمن بأن الله واحد، مش آلهة كثيرين، نحن أشخاص كثيرين، لكن هناك إله واحد ورب واحد. بتقول أخ نبيل: طيب شو بعيد عن بقية الأديان؟ خليني نقول أحبائي، كل الأديان يعني بما فيه أيضا أوقات الديانة المسيحية هي عبارة عن أنظمة بشرية، لأني أقول أحبائي أن الدين لا يخلص. بتقول: كيف الدين لا يخلص؟ فكرت الدين أنه هو الشيء اللي بيخلي تصير الناس منيحة. خلينا نقول أحبائي، الديانة هي مجموعة عقائد ومجموعة شرائع الإنسان يعيش على أساسها لكي يرضي الله. خلوني أقول أحبائي بأن الله لا يرضى أبدا
في أن نحن نحاول أن نحيا بدماثة أخلاق أو بحسن نية أو بكل الأمور هاي لحتى نرضيه. خليني أقول لك شيء، بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأن الذي يجب الذي يأتي إلى الله يجب أن يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يتقدمون إليه بالإيمان. الله يقول بأن أعمال الإنسان لا يمكن أبدا أو أعمال الناموس لا يمكن أبدا أن ترضي الله. إشعياء يقول لأن كل أعمال برنا كثوب عدة وكأوراق تدريها الريح. أحبائي، لا في أعمال بر، لا بأعمال أو لا بأعمال بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. إذن أحبائي، الرب يسوع المسيح هو الأزلي الأبدي الإله أو الله المتجسد ابن الله القدوس، ولذلك أيضا نرى أنه من الألقاب المحببة لديه كان هذا اللقب ابن الإنسان. حتى أنه عندما سأل تلاميذه وقال من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان، لكن عندما اعترف الاعتراف بطرس قال له فعلا أن هذا ما أعلنه الله الآب لك. لذلك أحبائي دعوني أقول في هذا الصباح بأن صحيح أن الرب يسوع المسيح تجسد ونزل إلى هذه الأرض، لكن خليني أقول في الصباح هذا أحبائي، اليوم الناس بدها تحاول أنه تنزل قيمة يسوع من يعني المكان اللي هو فيه أو الطبيعة اللي هو فيها لحتى يعني نحبب الناس فيه. هذا ليس الشيء الصحيح أحبائي. اليوم بكل أسف في أديان وحتى طوائف مسيحية اللي بتحب أنه تعمل الرب يسوع المسيح يعني بيقبل الكل، يعني قابل الخاطئ مثل ما هو بدون ما يتغير. خليني أقول أحبائي، نعم أن الرب يسوع المسيح يقبل جميع الناس، لكن الرب يسوع المسيح عندما تأتي إليه لا يدعك أن تبقى كما أنت، فهو يغيرك بنعمته وبروحه. يقول الكتاب المقدس إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. صحيح أن الرب يسوع المسيح تجسد ونزل إلى أرضنا، لكن الرب يسوع المسيح لم يكن فيها أي خطية. لاحظ الكلمات التي يقولها كاتب رسالة العبرانيين، يقول لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرتدي ضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا لكن بلا خطية، بلا خطية. أحبائي نحن اليوم بحاجة أن نرى الرب يسوع المسيح بالصورة الحقيقية بطبيعته الحقيقية كما رأى الرب أشعياء، كما رأى أشعياء الرب في الماضي، وعندما رآه في مجده وفي كل طبيعته صرخ أشعياء وقال ويل لي لأني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. أحبائي عندما نرى الله بطبيعته الحقيقية نحن ينبغي أن نصرخ ونقول أننا أشرار، لا نقابل أنفسنا بأنفسنا، لأن عندما نقابل أنفسنا بأنفسنا كلياتنا منشوف حالنا مناح وكويسين لأني أحسن من غيري، لكن عندما أقابل نفسي بالله أنا أعلم بأني إنسان شرير، إنسان نجس، إنسان خاطئ، والرب هو الذي يحررني ويفتيني. إذن في المكان الأول نريد أن نرى بأن الرب يسوع المسيح هو بإعلانه الظاهر والأكيد، لكن في المكان الثاني نريد أن نرى المسيح في فدائه الغافر والمجيد. يقول الكتاب فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. نعم أحبائي فيه الحياة، فهو معطي الحياة، ليس فقط الحياة البشرية أو الجسدية، لكن أيضا الحياة الروحية أو الحياة الأبدية. لاحظ الكلمات التي يقولها يوحنا في رسالته في الأصحاح الرابع، رسالته الأولى في الأصحاح الرابع أعداد 19، بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذه هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. الكلمة هاي كلمة عظيمة جدا، لما بنفهمها بنلاحظ بأنه فعلا
أن الإنسان لا يمكن أن يخلص بنفسه. لاحظ الكلمات، أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. ما معنى كلمة كفارة؟ كفارة معناها غطاء، معناها ستر، أي أن الله هو الذي يغطي أو يستر كل خطايانا وعيوبنا. ولذلك يقول الكتاب المقدس بأنه هو الذي بذبيحة نفسه سترنا بذلك الدم وبموته على الصليب. لذلك يقول الكتاب المقدس أن ابن الإنسان لم يأتي لكي يخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. قال لكل الأشخاص أن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. نحن هالكين أحبائي. الكتاب المقدس يقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. الكتاب المقدس يقول إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، لكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا. أحبائي، لم يولد في هذا العالم أي إنسان أو يدخل هذا العالم أي إنسان بلا خطية. بتقول بلى على مهلك، آدم دخل إلى العالم بلا خطية، صحيح آدم دخل إلى الحياة بلا خطية، لكن عندما أخرجه الله من جنة عدن أخرجه كخاطئ عاصي، لأنه عصى أمر الرب. سمي لي شخص واحد اللي يقدر يقول من منكم يبكتني على خطية غير شخص الرب يسوع المسيح؟ ولا حدا. فهو دخل إلى العالم بلا خطية وعاش بلا خطية، وكم يقول الكتاب عنه بأنه لم يوجد في فمه أي غش، أي أنه لم يعمل أي خطية، حتى أنه قال بأنه هو الطريق الوحيد للحياة. لذلك قال أنا هو الطريق والحق والحياة. وعندما يعلن بطرس الرسول إعلانه الثاني يقول في أعمال الرسل صح 4 عدد 12 وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص سوى اسم يسوع المسيح. في بعض الأشخاص بيقولوا فيك تخلص عن أي شيء بس تؤمن، كل الطرق بتودع الطحون. أحبائي، الموضوع مش أنك أنت نازل على دي سي أو نازل على المدينة فيك تأخذ أي طريق بدك، لا، الموضوع هو الدخول إلى حضرة الله الأبدية، إلى سمائه، إلى أحضان المسيح يسوع. ولا يمكن لأي إنسان أن يصل إلى هناك من دون يسوع المسيح. لماذا؟ لأنه هو الذي قدم نفسه عني وعنك، هو الذي جاء يطلب ما قد هلك، جاء يطلبك ويطلبني، هو الذي يفتش عنا. أحبائي، نحن لم نفتش عن الله. عندما أخطأ آدم، آدم حاول أن يختبئ، لكن الله جاء مفتشا عنه وقال آدم أين أنت؟ ألم يكن يعرف آدم أين هو الله؟ ألم يكن يعرف الله أين آدم؟ طبعا، فهو العليم، لكن سأله أين أنت لكي يعطيه فرصة أن يجيب، لكي يعطيه فرصة أن يأتي إليه، بدل أن يهرب منه ويخاف منه، أن يهرع إلى أحضانه ويطلبه. وهذا ما يريد الله منا أحبائي. هو يعرف أين أنت، هو يعرف أنك تسمع اليوم، هو يعرف بنعمته كيف يخلصك، ولذلك يتعامل معك، يتعامل معك من خلال الكلمة، من خلال شهادة شخص قريب لك، من خلال نبذة ربما حصلت عليها، أو كتاب مقدس ربما كنت تقرأ فيه. دعني أقول لك في هذا الصباح بأن ليس طريق إلى السماء إلا يسوع. أوعى تفكر أنه في طرق كثيرة، خليني أقول لك الرب يسوع المسيح قال ما أكرم الطريق وما أضيق الباب الذي يؤدي إلى الخلاص أو إلى الحياة، إنه شخص واحد، إنه شخص الرب يسوع المسيح. فهو لم يفدينا فقط، لكنه أيضا بررنا بقيامته. بموته صار لنا الفداء، وبقيامته صار لنا التبرير. يعني أقول أحبائي بأنه لم يكتفي في أن يعني يموت على الصليب، لكن قبل موته على الصليب قال للأشخاص اليهود انقذوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. ضحكوا لأ اليهود، صاروا يضحكوا يقولوا له 46 سنة
بني الهيكل، أنت بثلاث أيام بدك تبنيه، لكن الكتاب المقدس يقول أما هو فكان يقول عن هيكل جسده. وبالفعل مرات كثير كان يسألوا أرينا آية، وكان يقول لهم جيل فاسق شرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، كما كان يونان في بطن الحوت ثلاث أيام وثلاث ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض ثلاث أيام وثلاث ليالي. وحقا أحبائي أعرفكم بالإنجيل كما قال بولس الرسول، أن الذي فيه تخلصون والذي فيه تقيمون بالنعمة، أن المسيح يسوع مات حسب الكتب، أي أنه تنبئ عنه، فإعلانه كان إعلانا نبويا كاملا، وإعلانه في هذا العالم كان إعلانا أبديا، إذ أنه الأبدي والأزلي، وإعلانه في هذا العالم كان إعلان بأنه هو الشخص الكامل وليس سواه، وهو الطريق الوحيد إلى الخلاص. لذلك لم يعمل ذلك فقط، لكنه قام أيضا من الأموات، كما قال أحد الأشخاص هنري موريس، قال أن قيامة المسيح من الأموات هي التاج التي تكلل فيه المسيحية، لأن المسيح هو المسيحية. أحبائي المسيحية هي مش ديانة، هي مش مجموعة عقائد، هي شخص المسيح. إن كنت تريد أن تكون مسيحي فادرس حياة الرب يسوع المسيح، تمثل بالرب يسوع المسيح، لأنه وحده وليس سواه هو الشخص الذي يقود إلى الحياة الأبدية. جاءوا إلى بطرس البنطي وقالوا له إن هذا المضل قال بأنه سيقوم من الأموات، فاضبط القبر لئلا يأتي التلاميذ ويسرق الجسد وتصير الضلالة الثانية أضرب من الأولى. قال لهم روحوا عملوا البتكون إياه، روحوا حطوا الحراس، روحوا اضبطوا القبر، عملوا البتكون إياه. وفعلا وضعوا حجرا كبيرا وختموا القبر ووضعوا حراسا على ذلك القبر، لكن ذلك لم يمسك يسوع في أن يقوم من الأموات. يقول الكتاب المقدس فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر، لكن عندما جاءوا المريمات أو عندما جاءت النساء إلى ذلك القبر في صباح الأحد الباكر، والكتاب المقدس يقول بأن هناك الكلام الملاك كلمهم وقال لهم ليس هو هنا لأنه قام كما قال، ليس هو هنا لأنه قام كما قال، هلم انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. أحبائي الرب يسوع المسيح قام من أجل تبريرنا. الكتاب المقدس واضح وصريح، ليس هناك أي شيء من الشك في الدلالة على أن المسيح قام. فالشهادات كثيرة، في عندنا أكثر من 1500 شهادة في التاريخ بأن الرب يسوع المسيح قام، مش بس من الكتاب المقدس، لكن من مؤرخين مثل يوسيفوس وغيره. الكتاب المقدس يقول في كورنثس الأولى أصحاح 15 بأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل بولس عم بيحكي في المكان ظهر كأنه للسقط ظهر لي أنا. أحبائي ظهورات الرب يسوع المسيح براهين قاطعة ومطلقة بأن الرب يسوع المسيح قام من الأموات، إن إعلانه يعلن بأنه الإله الأزلي، الإله الكامل في صفات الألوهية، ابن الله الحي القدوس. وليس ذلك فقط، لكنه أيضا معلن بأنه في فدائه العظيم، في فدائه الغافر، وفي فدائه المجيد يخلصنا، ليس فقط بذبيحة نفسه لكن بقيامته من الأموات. دعني أقول أحبائي أن هذه الحياة التي جاء ليعطينا إياها هي ليست فقط حياة على الأرض، مع أن ممكن أن نحن نبتدي حياتنا الأبدية هون على الأرض بالإيمان بالمسيح يسوع ونعيش معه ونعرف بأنه هو يكلمنا ونكلمه، لكن خليني أقول أحبائي الحياة التي يتكلم عنها أيضا هي حياة أبدية إلى ما لا نهاية عندما تنتهي هذه الحياة، أي أن الرجاء المبارك الذي لنا المسيح في لقائه الباهر والسعيد
لنا لقاء سعيد معه. لذلك يقول لنا في يوحنا صح 14 عدد 1: لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا كنت فكنت قد قلت لكم. ها أنا أمضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. نعم أحبائي، هو يريدنا أن نكون معه إلى الأبد عندما يأتي لكي يأخذنا إليه. بتقول هو رح يجي يأخذنا؟ نعم أحبائي. لاحظ في تسالونيك الأولى صح 4 يقول الكتاب بعدد 18 لأن أو عدد 16: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء في السحاب، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. حبا أن تعزيتنا هي ذلك الرجاء المبارك، ليس فقط عندما اختطاف الكنيسة، لكن أيضا عندما جاء الرب يسوع المسيح في مجيئه الثاني. في ذلك الوقت يكون يوحنا الرائي في رؤيا يوحنا وأصحاح 19 وعدد 11 يقول: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. مع 13 يقول: وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. في ذلك اليوم الأخير سوف يأتي بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. بتقول ليش؟ ليش تحد جاي بثوب بدم؟ خليني أقول لك ليش. لأنه أحبائي عندما جاء في المرة الأولى جاء طفلا مضجعا في مذود، وضيعا متواضعا، دخل إلى أورشليم راكبا على جحش ابن أتان متواضع. أما الآن فإنه ملك الملوك ورب الأرباب، يأتي جالسا على فرس أبيض ويدعى اسمه أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. دعني أقول أنه يأتي كالديان، إلا أن الرب يسوع المسيح في مجيء الأول جاء كالفادي كالمخلص المسيح الممسوح من أجل خلاصنا، لكن في مجيء الثاني سوف يأتي كالديان. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. أحبائي دعوني أقول في هذا الصباح بأن في عالمنا اليوم تشويش كثير من جهة الرب يسوع المسيح، حتى في المدينة التي نحن نعيش فيها اليوم، مدينة واشنطن دي سي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. إذا بتنزل على المدينة اليوم وبتطلع على كل الأبنية، وخليني شجعك إذا بتحب تنزل على يعني متحف الكتاب المقدس في محل اللي فيك تتفرج عليه على مثل مكان يعني بسموه virtual reality، بفرجوك كل المباني اللي يعني هون بواشنطن دي سي اللي نقش عليها كتابات كثيرة اللي بتدل على أنه هالبلاد هيدي عندما قامت قامت على أساس مسيحي وعلى أساس الكتاب المقدس. في الكابيتول تحت وخاصة في الكونغرس لايبرري يعني في عدة أشياء مكتوبة هناك. من بين الأشياء المكتوبة في بحب يعني فيني أنا كنت ممكن أن أفرج الصور، لكن من بين الأشياء المكتوبة في الصور هاي يعني صورتين، صورة مكتوب عليها عندما تفسد الشريعة يعني تنقاد الأمة إلى الفوضى. وهناك في مثل على تحت يعني مكتوب الانسكريبشن أو مكتوب الشعار تحت منه، وفي مثل لوحة، اللوحة عبارة عن ست أو رجلة يعني بالأول يعني عم تحرق الكتاب، كتاب التعليم، ورجلة داعسة على الكتاب المقدس، وكأنه عم تقول بأنه لما الدنيا بدها توصل لهالمرحلة هاي، لما نحن نحرق كل تعليم صادق وصحيح ومندوس على كلمة الله، الشريعة رح تفسد. خلوني أقول أحبائي بأني بكل أسف يمكن عم نوصل في الأيام هيدا للمكان، والرب يعطينا نحن كمؤمنين أن نصرخ إلى الرب حتى نرجع بنهضة لحتى الرب يشفي هذه الأرض.
لكن على نفس المكان وفي المكتب جوا مكتوب على الباب اليمين هناك هالكلمات هيدا: One God, One Law, One Element, and One Far Off Event, Divine Event, to which the whole creation moves. يعني إله واحد، شريعة واحدة، عنصر واحد، وحدث إلهي عظيم كل الخليقة تتجه نحوه. حدث إلهي عظيم كل الخليقة تتجه نحوه. كتب هالكلمات هيدي تينيسون أو لورد تينيسون، وعلقت هناك في ذلك المكان في المكتبة في كونغرس لايبراري. خليني أقول أحبائي، يعني أنا أؤمن بأن تينيسون كان يقصد في هذا الحدث الإلهي العظيم الواحد الذي تسير كل الخليقة نحوه، هو مجيء الرب يسوع المسيح الثاني. دعني أختم وأقول بأن هذه الحياة السعيدة، هذه الحياة الأكيدة، هذه الحياة المجيدة لا يستطيع أن يعطيها إلا شخص الرب يسوع المسيح. ليه؟ لأن الله شهد عن هذه الشهادة ويقول: وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. بتقول: هل ممكن أني أعرف؟ لاحظ الكلمات: كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا، لكي تعرفوا، لكي تتيقنوا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. من هو يسوع المسيح؟ هو ابن الله القدوس الأزلي الأبدي الكامل في لاهوته، المتجسد من أجل فدائنا بذبيحته على الصليب ولتبريرنا بقيامته من الأموات. لكن أكثر من هيك، الآتي سريعا لكي يأخذنا إليه ونكون معه إلى أبد الأبدين، حتى حيث يكون هو نكون نحن أيضا. بترجى في الصباح إن كنت بعد لم تتعرف على يسوع، يا ريت تتصل بالرقم التليفون اللي قدامك على الشاشة، أو يعني تتواصل معنا من خلال ويب سايت تبع الكنيسة. نحن مستعدين أن نقدم لك كتاب مقدس، مستعدين نجاوب على أسئلتك، مستعدين نصلي معك. وخليني أقول لك، الله يحبك وهو يعلن لك ابنه المبارك الطريق الوحيد للخلاص، فهو فيه كل الأشياء ومنه كل الأشياء وله كل الأشياء، فهو خبز الحي النازل من السماء، هو الكنز المخفي، هو منبع الحياة ومصدرها الذي لا ينضب، هو حجر الزاوية الرئيسي، فيه كل الكنوز والثروات التي لا تسمم، هو الباب الذي يدخل به يدخل ويخرج ويجد مرعى، هو ابن الله الحي مخلص العالم وفادي البشرية، هو مرساة النفس للأمان والثبات، هو الطبيب الأعظم، هو بشرى الأخبار السارة والفرح المجيد، هو المعلم العظيم، هو الزارع والحاصد وثمر الحقول، لمن ليس له صديق هو الصديق الألزق من الأخ. ماذا أقول عنه؟ لا يمكن أن أصفه أحبائي. عندما أراد أن يصف محبته كتب الشاعر هذه الكلمات: لو صار حبرا كل يم وورقا كل الفلك والكل في الوصف اشترك، ما كتبوا ما وصفوا محبة الحبيب، فاقت سمت فاضت طمت مقدارها عجيب. إنه يحبك ويحبني بعجب نعمته التي من ملئه نحن أخذنا نعمة فوق نعمة. تعال ليسوع وتأكد من أن لك حياة أبدية في شخصه المبارك. أن الحياة الأبدية لا يمكن أن تحصل عليها بنفسك أو بأعمالك، إنما بالإيمان بهذا المبارك ابن الله الذي شهد عنه الله
وشهد عنه كل بأن ليس سواه من يوصلنا إلى الآب وإلى تلك الأبدية. الرب يباركك وليعطيك في هذا اليوم أن تسلم له القلب والحياة والكيان لكي تمتلكه ولكي يكون هو لك إلى الأبد. أبانا السماوي، نعظمك ونشكرك لأنك أنت توضح لنا الأمور من كلمتك. نعم يا رب، كلمتك الحية، الكلمة الذي تجسد هو الكمال والكمال، وكلمتك يا رب التي تكلمنا فيها من خلال هذا الكتاب المقدس مكتوب عنها بأن هي أنفاسك أنت، هي موحى بها نافعة لتعليمنا وتوبيخنا لتأديبنا وتقويمنا. لذلك يا سيد الرب نشكرك من أجل ما تركت بين أيدينا، ونشكرك من أجل شخص الرب يسوع المسيح فادينا. وصلي يا رب حتى أنت تعطينا في هذا اليوم حتى نمتحن أنفسنا جيدا ونعرف بأن لنا حياة أبدية بالإيمان بيسوع المسيح، بنعمته التي خلصنا بها، بمقتضى رحمته، بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. أصلي يا أبانا حتى تلمس يا رب قلوب كل الذين سمعوا من هم ما زالوا بعيدين عنك، ولكي تلمس أيضا يا رب قلوب إخوة المؤمنين حتى تعلقنا بك أكثر وأكثر، وحتى رب تعطينا أن نحبك أكثر وأكثر، وننتظر مجيئك ونخبر الجميع عن كم صنعت بنا ورحمتنا. أصلي هذا يا أبانا باسم المسيح، ولك الشكر والحمد إلى أبد الدهور، آمين. طيب، عادة في الوقت هيدا نحن بيكون في عنا يعني تقدمات للرب، فياريت بحب أني شجع الكل نشوف على الشاشة قدامنا كيف ممكن أن نقدم تقدماتنا للرب. ممكن تعمل الأشياء هاي عن طريق الأمور اللي احتصلت قدامك، ممكن تبعث تشيك أو تعطي أونلاين، والمعلومات كلها رح تظهر أمامك على الشاشة. بس بحب أذكركم ببعض الإعلانات. اجتماعاتنا مستمرة بغض النظر عن سواء كان نقدر نجتمع بالكنيسة أم لا، عم نقدر نجتمع مع بعضنا البعض عن طرق الوسائل الاجتماعية المتوفرة بيناتنا إلكترونية، متوفرة بين أيدينا إلكترونيا. صباح كل أحد عم يكون في لايف ستريم، مثل ما اليوم أنتم عم تتفرجوا على اللايف ستريم هذا على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى الويب سايت تبع الكنيسة، لكن اليوم الويب سايت بنعمة الرب بتصلح الأسبوع الجاي. بنفس الوقت اللي نحن عم نجتمع فيهم في مدارس أحد للأولاد، بعض الأولاد عم يجوا على الكنيسة لسبق تسجيلهم، وإذا بتحب تسجل إنه تجيب أولادك على الكنيسة ياريت تتصل فينا وتقلنا، يا ما تتصل فيها والأخت جسلين أو على التليفون الكنيسة. اللي ما بيقدر يوصل على الكنيسة وبيحب إنه أولاده يحضروا مدارس الأحد، بنفس الوقت عم نفتح الزوم، ياريت نحن يعني نقول للأولاد ويفتحوا الزوم، وبهالطريقة هذه ممكن أنه يتابعوا مع الأولاد اللي عم يتعلموا هون بالكنيسة الساعة 11 صباحا. يوم الأحد كمان الساعة 5 مساء عم بيكون في عنا اجتماع تبشيري في مدينة جلين بيرني صوب بولتيمور، وهالمكان هيدا يعني منه نتأمل أن نوصل لكل الأشخاص العرب في هذه المنطقة ببولتيمور وضواحيها. عدا عن هيك اجتماعاتنا مع بعضنا البعض كأعضاء بالكنيسة عم تكون يوم الثلاثة المساء الساعة 7 لدرس الكتاب المقدس والصلاة، ويوم الأربعة بالعربي، ويوم الأربعة المساء بنفس الوقت الساعة 7
درس الكتاب المقدس خلص الصلاة بالإنجليزي. فياريت يعني بتتابع معنا إذا كنت بتحب العربي، يوم الثلاثة الساعة 7 عشية، ويوم الأربعة الساعة 7 عشية بالإنجليزي. مبارح كان في اجتماع أخوات كمان عبر الزوم. نشكر الرب من أجل الأخوات ومن أجل يعني صلواتهم وتشجيعهم ودعمهم. رب يبارككم، ويعني مثل ما عرفت أنه كان اجتماع مبارك. نشكر الرب من أجل كل الأشياء هايدي. عاد عن هيك، ياريت نضل نصلي من أجل كل الأشخاص اللي بحاجة لصلواتنا. نستمر بالصلاة من أجل التعزيات لعائلة شبلي ولعائلة أهل زوجتي. عاد عن هيك، بحب أنه نذكر الأشخاص المرضى. بترجى أنه نرفع أمام الرب الأخ جورج صليبة. أخ جورج صليبة بحاجة لصلواتنا. رب يعطينا النعمة أن نرفع أمام الرب. كمان نتابع بالصلاة من أجل أخونا منذر اللي عمل العملية، ونشكر الرب من أجل نجاح العملية، لكن بحاجة هو مستمر، نستمر بالصلاة معه من أجل العلاج. في بعض الأشخاص المسافرين، أبو أشرف وأم أشرف مغادرين الولايات المتحدة للأردن، مش بكرة لكن التنين الجاي، فخلنا نصلي من أجلهم. عدا عن هيك، يا ريت نرفع دائما بعضنا البعض قدام الرب بصلواتنا. ما ننسى الأشخاص التانيين اللي حاجة دائما لصلواتنا. في أشخاص عم بيدوروا على أشغال بسبب خسارة أعمالهم بالأوضاع اللي نحن فيها. يا ريت نصلي من أجل الأشخاص اللي عم بيمروا على الشغل، الأشخاص اللي هم مرضى بيناتنا. ما ننسى الأخوات سميرة وديعة أخت عصام. يعني نشكر الرب من أجل شفاء الأخت أم غايس، لكن خلينا نضل نرفع كمان الأخت حبقة بصلواتنا حتى الرب يكمل الشفاء للجميع. ونشكر الله من أجل كل استجابة صلاة الرب بيستجيبها، إنما المجد إله هو وحده. طيب خلينا نختم بهالوقت هيدا. رح نختم بترنيمة انشد نشيد الحرية والعتق من العبودية. رح نرنم عددين بس، العدد الأول والعدد الرابع. العدد الأول والرابع، وبعدين رح نختم بالبدرقة الرسولية. أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت السعادة الأبدية، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. أعيش حياتي متهني، مجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. نباركك يا سيد الرب، ونشكرك من أجل كل بركاتك على حياتنا، ونسألك يا رب حتى ترافقنا بقية هذا الأسبوع، لكي نكون دائما وأبدا يا رب ناظرين إلى شخصك، طالبين سرعة مجيئك. والآن أيها الأحباء، استودعكم لنعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس، لكي تكون معنا وتحفظنا دائما واضحين من جهة إعلان يسوع، معلنين إلى الجميع عن أنه هو وحده المخلص الوحيد في هذا العالم. له كل المجد في حياتنا الآن وإلى الأبد. آمين.